اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم اسرار الحياة. مع اسرار الحياة بنتعلم وبنستفيد من خبرة الضيف اللي موجود معانا، والنهاردة الحلقة بتاعتنا بتتكلم عن الشغل الاونلاين في ظل ازمة كورونا. زي ما انتم عارفين ان الشغل الاونلاين دلوقتي اصبح هو اللي بيواكب العصر اللي بنعيش فيه، اصبح كل حاجة اونلاين، حتى التعليم بقى اونلاين. الشغل الاونلاين دلوقتي بقى فيه تفاعل عليه اكتر من الفترة اللي فاتت بسبب الفيروس اللي موجود معانا. الحاجة بتجي لغاية البيت متعقمة، وكل حاجة لا دوبك اللي انا بفتحها وبشوفها، عجبتني ماشي، ما عجبتنيش بدفع حقي بس الاوردر اللي جالي. النهاردة طبعا احنا معانا نماذج مشرفة لصفحة كويسة جدا، صفحة ديالو. معانا استاذة اسماء محمد فكري واستاذ محمد فرج علي، اهلا وسهلا بحضراتكم. ممكن حضرتك تعرفونا بنفسكم؟ انا اسماء، بشتغل مع محمد في البيج، بس ماسكينها يعني وكده. استاذ محمد. انا اسمي محمد فرج، عندي بيج اونلاين اسمها تيالو، وعندي شركه اونلاين برضو، بحاول على قد ما اقدر كده اكبر الشغل بتاعي. تمام. طبعا قبل ما اسالكم سؤالي احب اقول لكم كل سنه وحضرتك طيبين. حضرتك طيب. عايزه افهم بقى ازاي جات لكم الفكره ان انتوا تشتغلوا اونلاين، او مين اللي عرض عليكم الفكره؟ محمد. محمد هو اللي عرض عليك؟ والله انا الفكره جات لي عن طريق احمد ابن خالتي، هو اللي دخل الموضوع دوت اول واحد، هو اللي فكر في الفكره وشدني ليها بصراحه، وهو بصراحه يعني مجتهد جدا، ودلوقتي هو عنده بيتش برضه وشركه برضه اونلاين برضه. حضرتك شايف من وجهه نظرك ان الشغل اونلاين هو حاليا شغل ليه؟ هو الشغل الاونلاين دلوقتي هو فعلا هو اكتر حاجه يعني بيهتم بيها العميل، لانه دلوقتي هو مثلا بيبقى عايز يبقى ممكن يكون يرجع من الشغل مش قادر ينزل يشتري حاجه من تحت او كده، فبيقعد على النت يختار الحاجه اللي هو عايزها، بتبقى حاجه اسهل، بيجي لغايه البيت عنده، ما بيتعبش نفسه في مواصلات ولا اي حاجه ولا بهدله ولا كده. بس وكمان بيبقى فيه عروض وخصومات وكده، فبتشد العميل، يعني دي اكتر حاجه بتشد العميل. تمام. استاذه اسماء، عايزه اعرف تجربه حضرتك، هل الشغل الاونلاين فادك كتير؟ هو كده كده اصلا انا كنت سيلز يعني قبل كده. ازاي بقى فادك؟ فادني اولا يعني ان انا في البيت، تمام، ما بنزلش وبشتغل من البيت برضو. برضو الناس اللي هما بنتعامل معاهم برضو يعني ببقى فاهمه هما محتاجين ايه. فبقدر يعني بباشر كل شغل اصلا وانا في البيت، فاهماني؟ استاذة اسماء، معلش، برضو يعني لقيتي نفسك في الشغل كماديا وكراحه حبيتي؟ لا، هو فعلا انا لقيت نفسي ان انا ارتحت، لاني فعلا كنت بتعب جدا يعني في الشغل بتاع القديم. لا، هو انا ارتحت فعلا يعني. تمام. وفي نفس الوقت انا بشتغل مع محمد يعني وكده. محمد هو محمد ده مكتوب كده لنا يعني جوز حضرتك، فاللي هو محمد هو اللي فاحنا يعني مكتوب كده لنا وكده، فانا بشتغل معاه فمرتاحه طبعا يعني، فاهمين بعض وكده، مش حد غريب مثلا، فاهمين اللي هو ممكن مثلا يضايقك او كده؟ لا، فاهمين دماغ بعض. بس هو اكيد بقى ضايق عنده برضه يعني. لا، هو بصي، هو الشغل حاجه والحياه الشخصيه حاجه تانية. لا، هو عاجبني في حضراتكم بتفصلوا ما بين الشغل وما بين الحياه يعني، حتى في التعامل بره بتفصلوا ما بينكم. هو عملي وانا فاهمه ان هو عملي. تمام. فخلاص يعني، فبتحاولي ان انت يعني تفصلي ما بين ده وبين ده. طيب استاذ محمد، حضرتك لاقي ان الشغل الاونلاين بقى عليه تفاعل الايام دي؟ هو الفتره ديت الشغل الاونلاين زاد عن الفتره اللي هي ما كانش فيها فيروس كورونا. فهو فعلا زاد، فعلا التفاعل عليه بقى اكتر. والناس ابتدت يعني ايه، اللي ما كانش يعرف مثلا ان هو يشتري اونلاين او كده، ابتدى بقى ايه ان هو يشتري ويعرف ويشوف بقى ان هو بعد كده ممكن انا ممكن اشتري اونلاين بعد كده. تمام. ففي ناس كتير قوي اتفاعلت مع الموضوع. ايه المنتجات اللي حضرتكم بتعرضوها؟ كاش مايو، اللي هو برضو دريس يعني، هو اصلا خامته تقيله، فعادي ممكن تخرج بيه مثلا على الشط او حاجه، فاهمه؟ بس او مثلا ممكن بيلبسوه تحت بلو مثلا، او في حاجات زي كده يعني. وفي بقى بيلبسوه في البيت عادي، هو خامته يعني بتديك ان هو ممكن عادي تخرجي بيه، وممكن كمان تقعدي بيه على حسب ستايلك. هو في برضو حاجات الجيم، جيم ليجنز، وفي تيشيرتات،
وفي حاجات كتير قوي يعني. في يعني هي مش شامله مجرد كاجوال، مش شامله المرأة فقط ولا الراجل فقط، لا شامله المرأة بس. المرأة بس بس في جديد هيبدا تنزلوه في لا كل يوم في جديد يعني، احنا كل يوم في جديد يعني الحمد لله يعني. طيب الشغل اللي حضرتك بتعرضه يا استاذ محمد بيكون بنفس المصداقيه اللي بتوصل للمستهلك؟ والله بصي انا عشان اطمن العميل بقول له ان انت من حقك تبدل او ترجع الحاجه لو ما عجبتكش يعني، دي عشان العميل يطمن ان هو يشوف الحاجه ويشوف الماتيريال بتاعتها حلوه ولا لا. في ناس بتعجبها طبعا الحاجه تبقى اذواق، في ناس بتعجبها الحاجه وفي ناس ما بتعجبهاش. فهنا بقى اللي عايز يرجع برجع له عادي، اللي عايز يبدل برضه لو في حاجه راحت له فيها حاجه دي فوق او بتاع برجع له عادي مفيش مشكله. لكن ما بتتزمتش قوي ان انت لا خلاص يا لا 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 انا وصلت لك الحاجه؟ حتى في ناس يعني في ناس طبعا بتبقى اجريسيف شويه في المعامله، تقول لك انا انت ما تعرفش انا ممكن اعمل ايه لو ما رجعتليش. لا انا كده كده برجع من غير اي حاجه، من غير اي حاجه من الحاجات دي خالص. تمام. اكيد بتواجه مشاكل كتير في الشغل. اكيد طبعا وخصوصا ان هي ممكن تطلع فيها غلطه بسيطه فينزلوا على الصفحه من غير غلطه. من غير غلطه كمان يعني، انت عارفه يعني الاذواق مختلفه، فعادي ممكن خامه تعجبني وخامه تانية لا، مش بيعيب المنتج يعني. هو ممكن مثلا ما يعجبهاش الكاش مايو ده مثلا او وات ايفر يعني المنتج، بس هو مش عشان في ديفو، لا هو مش عاجبها يعني، اذواق مختلفه. وممكن تلاقي بقى فيدباك مثلا فيدباك تحفه على نفس المنتج، فهو يعني. طب ازاي الموديل فكره ان هم يدخلوا على الصفحه على حسب بقى يعني، بس ده مش بيرجع للديفو، ممكن ما يكونش فيها ديفو اصلا. في ناس يعني الفتره الاخيره نزلنا تيشيرتات حلوه جدا، ففي ناس كتير قوي متفاعله معاها وعاجبها جدا التيشيرتات دي. ف يعني في ناس يعني مقتنعه لغايه دلوقتي الناس كلها عاجبها التيشيرتات دي حلوه. او ليجنز الاسعار بقى بتبقى مناسبه ولا اوفر وكده؟ والله انا في الاسعار يعني محمد بيعمل عروض كتير جدا. في الاسعار انا بحب ابقى يعني من الناس اللي هي مش موجود سعر يعني، سعري مش موجود عند اي حد تاني. معقولة؟ يعني مثلا ممكن العروض ديت مثلا يعني لو خد قطعتين ممكن التالت يبقى هدية مثلا كده. او ممكن مثلا اعمل مثلا تيشيرت مثلا بسعر وتيشيرتين بسعر تاني خالص والتالت كده يعني، بحاول كده اشد العميل يعني انه يجرب الحاجة. تنصح ايه العميل لما يوصله المنتج بتاعك؟ نصيحة تقدمها له؟ والله انا بنصح العميل ان هو يعني ان هو يشوف الحاجة وبنفسه قبل مثلا ما ياخدها من المندوب. وفي ناس بتاخد الحاجه وتخش بيها على طول وخلاص بعد كده ممكن تشوفها بعدين. لا انا بنصح العميل ان هو يشوف الحاجه ويفتحها قدام المندوب عشان لو ما عجبتوش ممكن يرجعها. ده عادي بقى ولا لا؟ عادي ده عادي. وقال مصاريف العميل او مصاريف الشحن، مصاريف الشحن كده كده بتبقى على العميل. لو الحاجه ما عجبتوش فهو طلبها فخلاص دي خدمه ليك، يعني فاهماني؟ مصاريف الشحن دي خدمه ليك، فهو ما عندوش مشكله في ان هو يدفع مصاريف الشحن كلهم كده. فهم كلهم بيقول لك ما فيش مشكله ابعت لي الحاجه بس لو ما عجبتنيش هدفع الشحن بس. فانا بوافق طبعا ما فيش اي مشكله يعني، بيكونوا متفقين على مصاريف طبعا الشحن طبعا قبل طبعا في الحاجة. في طبعا انا عندي طبعا يعني ففي فاتوره بتطلع بسعر المنتج وسعر الشحن وكل حاجه. كل حاجه تمام. استاذه اسماء عايزه اعرف من حضرتك وجهه نظرك ايه في الشغل الاونلاين، هل هيبقى هو الاساس في الفتره ديت وما بعد فيروس كورونا هيفضل برضه هو الاساس، ولا الكيرف بتاعه هيبدا ينزل؟ بصي هو اريح يعني، هو اريح يعني. انا ذات نفسي ما كنتش اصلا بشتري خالص اونلاين، بس الفتره اللي فاتت كنا بنخاف. انا الفتره دي بقى لا بشتري كتير قوي اونلاين، اريح وبشوف المنتج عجبني مش عجبني خلاص بدفع مصاريف الشحن. يعني من افهم من كلام حضرتك ان هو بعد كده هيبقى هو الاساس، هتعود عليه خلاص. هو حاليا الاساسي تعود عليه. هو حاليا في الوقت الحالي يعني في ناس كتير جدا بتتعامل اونلاين. الناس كتير بتخاف تنزل الشارع تجيب حاجه لاولادها، تجيب حاجه لنفسها، يقول لك لا احنا في لحظه ممكن نلقط الفيروس، لا خلينا في الاونلاين. لو انت بتعرض المنتج بالشكل الحقيقي يعني، لو مش اللي هو الحاجات الفيك وكده، لا يعني في ناس بتبقى عايز تشوف الحاجه على طبيعتها، فده متاح عندي. في اللي يقول لك لا مش هينفع مش عارف ايه، لا ده متاح، ده موجود، ده موجود في الصور على الطبيعه فعلا. فعلا الصور بتتعرض دلوقتي على الشاشه اللي هي المنتجات بتاعت على فكره. صور التيشيرتات اصلا على الطبيعه يعني كلها هي على الطبيعه، حتى البنطلون الوايد ليج برضه على الطبيعه. تمام. يعني مش صور كده لا تجذب المشاهدين او تجذب العميل، لا يعني انا بصورها على الطبيعه عشان تجذب العميل. هو بس بيزود يعني الديزاين بتاعه بقى وبيعمل حاجات تصميمات بس. تمام. انا زي ما سالتك في اول حلقه استاذ احمد استاذ محمد، في جديد كل يوم بيبقى عندك جديد، كل يوم بيبقى عندك جديد. طب حضرتك ايه الجديد اللي عندك بقى الفتره الجايه؟
في المنتجات ولا في الشركه عامه؟ كشركه او منتجات؟ كمنتجات انا في حاجات كاجوال انزلها جديده، جنسات، دريسات خروج بقى، يعني حاجات انزلها عشان في ناس كتير قوي طلبوا مني الموضوع دوت، فانا هنزله الفتره الجايه كشركه. انا بحاول على قد ما اقدر كل يوم ان انا اكبر الشغل بتاعي، يعني ان شاء الله باذن الله شركه ممكن يعني الشهر الجاي بعد العيد باذن الله كده نكبر الدنيا، ولو حد عايز يجي يشتري حاجه من الشركه او يشوف حاجه ممكن يشرفنا بعد كده. هو طالما بتحب الحاجه اكيد هتضع فيها انا بحب شغلي كل جهدك. انا بحب شغلي جدا. طب ازاي نتواصل مع حضرتك؟ عن طريق ممكن الصفحه او البيج او الارقام والواتساب كمان. ديالو. تمام ديالو. طب ممكن تكلمنا على صفحتك شويه؟ صفحتي عايزين نعرفها يعني برضو الناس المشاهدين عايزين يعرفوا فيها ايه بالظبط. الصفحه اكتر. والله انا الصفحه اصلا عملتها اول ما حصل موضوع الكورونا ده، فانا ابتديت اعملها لما احمد ابن خالتي ابتدى يديني فكره وكده، فانا عملتها. فمن هنا اصلا احنا كنا بنعرض شغل بناطيل جيم وكده، فاصلا البنات بيبقوا عايزين يلبسوا بناطيل جيم دي عشان الرياضه، والرياضه طبعا مستمره وكده. فكان طبعا انا كنت من يعني انا واحمد من الناس اللي كنا بننزل الحاجات دي دايما، فدي كانت اول حاجه نزلها اصلا على البيج. بعديها طبعا قررت ان انا اعرض منتج تاني عشان اطور من الصفحه، فعرضت الدريس، بعد كده عرضت التيشيرتات، وعرضت التيشيرتات تاني، وعرضت وايد ليك، وهنزل شغل كاجوال ان شاء الله الفتره الجايه دي، وفي شغل جديد نازل برده عشان العيد وكده يعني. تمام. يعني افهم من كلام حضرتك ان حضرتك لسه الصفحه بتاعتك لسه بادئه؟ يعني لسه بس بادئ. انا بادئ من شهر أربعة. شهر أربعة. طب كويس جدا، يعني حضرتك بادئ من شهر أربعة وصفحتك سمعت، وان انت تيجي كده حاجه جميله تسجل معانا حلقه دي، يعني شيء كويس. يعني اسمع كنت عايز اعرف بس من حضرتك حاجه، اتفضلي. الفكره دي جت لك ازاي انك تشتغلي في شغل اونلاين؟ ما انا بقول لك محمد هو اللي اداني الفكره. يعني ايوه، يعني كفكره ايه اللي عجبك في الشغل اونلاين؟ بصي، هو اول حاجه عجبتني فيها ان هو مع محمد. اول حاجه يعني لو مع حد تاني. محمد يعني لو مع حد تاني انا مش عارفه، لا لاني انا ما بحبش قعده البيت يعني وكده، فاهماني؟ بس لكن هو بقى عشان احنا مع بعض وكده فانا حبيت الموضوع يعني معاه، لكن غير كده ما كنتش هقبل ان انا اشتغل اونلاين. ما بحبش. ابتديتي من اول ما عرفتي استاذ محمد ولا من قبله كنت بتشتغلي؟ لا انا اشتغلت معاه اول حاجه، ما اشتغلتش مع حد تاني. بدايتك مع استاذ محمد بالظبط، لاني انا ما بحبش يعني اشتغل من البيت. تمام. طول عمري بشتغل بره، فانا ما بحبش قعده البيت، لكن حبيت الموضوع لانه معاه يعني، وبعدين دي حاجه بتاعتي انا وهو، فعايزين نكبرها. يا شريكتي اصلا يعني في كل حاجه، فحابين نكبرها يعني، فاهمه؟ متفاهمين في الشغل بقى ولا برضه ساعات يشد عليكي وانت تشدي معاه؟ بصي انا اكيد لا انا ما بشد عليها، لان انا بصراحه بعتمد عليها في حاجات كتير جدا. هي بصراحه بتشيل الشغل بطريقه فظيعه يعني. ما انا شايفه يعني المأساة اللي في عينيها. لا على فكره هو في الاول كان ممكن يشد وكنت انا ممكن ازعل. تمام. بس بعد كده خلاص خدتي على الموضوع، عرفتي هو بيشد ليه، بيشد عشان مصلحه الشغل. لا اما بدا بقى يشيني يعني اكتر، بدات احس بقى بالمسؤوليه اكتر، فاهماني؟ بدا بقى يبقى في ناس انا بشرف عليهم، ومثلا لما هم مثلا مش بيردوا مش عارفه ايه، فبدات احس بيه، ايه ده كان عنده حق. فلما بدا يعني بيشد معايا تاني او عليا تاني، فببقى فاهمه يعني، فما بزعلش خلاص. بس ما بتشدش عليها قوي يعني؟ لا 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 عادي يعني. انا دايما بقول والله يحملني مسؤوليات اكتر يعني. اكيد اكيد اكيد، هو شايل كتير بصراحه، يقدم المسؤوليه بصراحه يعني. اكيد دي شهاده كبيره جدا. دي يعني دي شهاده كبيره ان انتوا بتقدروا ان انتوا تتفاهموا الموضوع. اكيد طبعا. استاذ محمد، طبعا حضرتك انت بتقول في بدايه طريقك، اول ما اسست الصفحه ديت ازاي قدرتي توصل ان انت تجذب العميل؟ يعني انا دلوقتي داخل المجال دوت مش عارف فيه اي حاجه، ومع ذلك بعد مثلا فتره شهر وشهرين قدر يبقى فيه تفاعل على الصفحه بتاعتك، ايه النصيحه اللي انت ممكن توجهها لاي شاب يعني داخل في المجال دوت عشان يبقى فيه تفاعل على صفحته؟ والله انا لما ابتديت اخش الموضوع كنت الاول يعني ايه خايف، ويعني حاسس ان انا ممكن، طب انا ممكن اخسر ولا اكسب ولا ايه دنيتي، ما انا لسه جديد في الموضوع. بس انا دايما كنت يعني بسيبها على ربنا، وبقول ان شاء الله يا ربنا لو كاتب لي في الموضوع خير هكمل فيه. احنا معانا مداخله استاذه سناء من الجيزه. الو. ايوه
ايوه مساء الخير. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. طيبين وانت طيبه حضرتك يا فندم. مجموعه جميله ودايما متجمعين كده في الخير. ربنا يخليكي، تسلمي لنا يا رب. الشباب الجميل ده المجاهد يعني، والله ينور عليك، والله حاجه جميله قوي، والله التيشيرتات عجبتني والالوان ربنا يخليك، يعني بصراحه حاجه جميله قوي. ميرسي لحضرتك. هم لسه هم بدايه حياتهم، وكمان يعني بسم الله ما شاء الله لسه متجوزين ما بقالهمش، وبيكافح اهو. ما شاء الله ما شاء الله، لا الله ينور عليهم، والله حاجه جميله قوي. الحمد لله. بالتوفيق يا رب. يا رب. وعايزه اقول لي يا استاذ محمد، انا عايزه تيشيرت موت. من عينيا حاضر. لحد يعز عليا، حد كبير في السن بس ايه يعني يكون حجم كبير شويه، ويا ريت اعرف اتواصل مع حضرتك. وعشان يعني الرقم موجود عند حضرتك، تقدري تتواصلي معاه. ممكن تحطي لينك. ماشي يا استاذه سناء، شرفتينا حضرتك. كنا بنتكلم عن وجهه نظر ازاي حضرتك تدي نصيحه للشباب. والله انا زي ما قلت لحضرتك، انا في الاول ابتديت ان انا ادخل الموضوع، وكنت في الاول خايف شويه، بس انا لما يعني في الاول قلت انا هسيبها على ربنا وزي ما تيجي تيجي. وبالفعل فعلا انا ابتديت بعد كده، لقيت الموضوع فعلا ربنا كاتب لي فيه الخير، فابتديت اجازف. فانا الموضوع عايز مجازفه وعايز قلب من الاخر كده، عشان تبقى يعني يبقى كله عارف. لو انت عندك القلب ان انت تخش في حاجه زي كده، لان دي تجاره في الاول وفي الاخر، دي تجاره. لو انت عندك القلب ان انت تخش في التجاره دي، تخش. فكر في حاجه جديده تجذب الناس، والاهم حاجه الجديه. طبعا ان هو مش واخدك فلوس فقط، ده غير لا 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 خالص. انت ممكن تبدا في اي مشروع باقل تكلفه معاك. انت ممكن تشغل فلوس دي باقل تكلفه معاك، وانت تكبر فلوس دي بنفسك. بس هو الموضوع عايز تفكير، وزي ما قلت لحضرتك برضو ان انت يبقى عندك مجهود وتجازف، ما ترجعش لورا، ما تخافش، ما فاهم. بس في الاول وفي الاخر هو توفيق من عند ربنا يعني. اكيد طبعا. تمام. في برضو سؤال يا استاذ محمد واستاذ اسم، برضو لو حد دلوقتي شافنا على الشاشه وتواصل معاكوا عايز يشتغل معاكوا شغل اونلاين، ياخد اوردرات، يعمل اوردرات، ده متاح؟ والله انا لسه كنت بقول للاسماء عايزين نجيب ناس تشتغل يعني ده هي مبادره دلوقتي على الشاشه، ان لو حد يا جماعه عايز يشتغل يتواصل مع استاذ محمد. فاتحين مجال الناس تشتغل عادي، يعني مش مجرد بيع وشراء بس، يعني كمان شغل يعني. ده حاجه ممتازه. انا والله يعني انا ماشي بمبدا اللي هو يعني اللي هيجي دوت هيجيب رزقه، يعني مش هيجي وهياخد مني انا، لا ده ربنا هيبعت له رزقه معايا. اكيد طبعا. اكيد. الحمد لله يعني انا بجيب ناس تشتغل معايا وبسيبها على ربنا، وربنا بيبعت لهم رزقهم، ورزقي موجود كده كده يعني الحمد لله. الحمد لله. بس اهم حاجه الجديه. اكيد طبعا، مش جاي مجرد لا يعني صحيح. اكيد في ناس وشباب كتير عايزه تشتغل. أيوة فاكيد في جديه. تمام. احنا عندنا حاليا يا هند الصفحه بتاعت استاذ محمد والتواصل، بس برضو انا ما فهمتش الصفحه بتتكلم عن ايه، يعني مرأة فقط ولا شامله؟ طب ليه حضرتك ما جددتوش مثلا؟ او التجديد اللي عند الشباب يعني. هي بتتكلم عن المرأة، عن المرأة بس يعني. طب ليه ما اشتغلتش كملابس اطفال رجالي؟ ما انا 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 دلوقتي يعني الملابس الرجالي انا ما عنديش خبره قوي فيها، تمام. انا لما دخلت في الموضوع دوت من اوله، ملابس للمرأة بس. كمان المرأة من النوع اللي هي بتحب تشتري من الاخر كده. هو الراجل ممكن التيشيرت يفضل معاه سنه كده عادي، لكن بالنسبه للستات او الكتاب بيحبوا يشتروا بصراحه. وممكن على فكره الست اللي اشترت الحاجه دي تشتريها هي تاني عادي، ما عندهاش اي مشكله، تصرف الفلوس وخلاص. بس الراجل يدفع وهي تشتري، ما فيش مشكله. اهم حاجه ان هي تسلم. انا اصلا ملاحظه الايام دي اي شاب عايز يعمل اي مشروع بيدور على اي حاجه يعني تخص البنات. فعلا يعني. طب البنات بيفكروا في ايه؟ طب هم عايزين مثلا يعني يشتروا ايه؟ طب ايه الحاجه اللي هما بيشتروها على طول؟ فلاحظ ان احنا دايما كده. طب نصيحه البنات منك، بانك بنت زيهم، في ايه بالظبط؟ في اختيار اللبس او يشتروا ايه؟ يركزوا في الوزن والمقاس. انت بعمل لكم مشكله الموضوع ده؟ طبعا. انا مش عارفه وزني كام. يعني ممكن واحده تقول لك مثلا انا وزني مثلا 75 وعايزه مقاس 3 مثلا، تمام؟ ولا مقاس 2؟ ما هو الاثنين قريبين من بعض شويه. طب حضرتك خدي مقاس كذا. طب اللي اقول لك لا خلاص هات لي ده، يجي مثلا يروح لها بعد كده المقاس اللي هي اختارته، تقول لك لا ده مش حلو ومش عارف ايه. انا ما عنديش مشكله ان انا ابدل، بس هي بتبقى ليها، هي بيبقى
الحاجه بتفضل تروح وتيجي تروح وتيجي فاهمه، بتتبهدل في المرضى يعني مش بطبيعتها. اه فاهم، بس لا مش بتتبهدل، هي كده كده الحاجه اللي بترجع انا بودي حاجه ثانيه مكانها اجدد، بس هي بتاخد وقت اطول. لكن هي لما بتكون عارفه مثلا وزنها او مقاسها بالظبط. طيب انا عايزاك المره دي تقول الو. الو، صوت عالي. الو الو، ايوه ايوه مع حضرتك. ايه يا ماما؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عامله ايه؟ الو، ايوه ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ إيه انت عامله ايه؟ الحمد لله. طبعا انا كله بدعاء والدتي يعني في الاول وفي الاخر يعني بصراحه، يعني هي اللي بصراحه يعني بتدعي لي دايما ربنا يبارك لك فيها، وانا في اللي انا فيه ده طبعا بفضل ربنا وبفضلها يعني بصراحه. يعني منورانا يا ست الكل. الله يخليك يا حبيبتي. استاذ محمد واستاذه اسماء منوره ونمرانا الاستوديو كمان. ربنا يبارك لكم وربنا يخليهم لبعض يا رب. يا رب يا حبيبتي. كل سنه طيبه يا فندم. الله يكون بالصحة والسلام يعود عليكم بخير. الله يخليك. تحبي تقولي ايه كلمه للاستاذ محمد كده على الهوا؟ اقول له ربنا يبارك له ويزيده كمان وكمان. يا رب. ربنا يخليك يا امي يا رب. ربنا يخليك لينا يا رب. شاكرين جدا 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 على مكالمتك الجميله دي. طبعا دعاء الوالدين دول بالدنيا. طبعا طبعا، يعني هي مكلفه نفسها مخصوص بتتصل بيك عشان تدعي لك الدعوتين دول قدام الناس كلها. طبعا دي انا ماليش غيرها بصراحه، يعني هي وقفت جنبي كتير هي وبصراحه برضو والدي يعني تعب عشان كتير جدا جدا يعني بصراحه عشان يطلعكوا على الاقل رجاله طبعاً تقدر تتحمل طبعاً المسؤوليه. طبعا يا ماما، يعني بصراحه والدي تعب جدا يعني في حياته عشان يوصلنا اللي احنا فيه ده بصراحه يعني. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. نرجع تاني للوسيم اللي بيعمل مشكله. اديهم نصايح اكتر يمكن يستفادوا. والله انا بنصح يعني ان هي تبقى عارفه وزنها بالظبط، يعني تبقى او التقريبي يعني مش تقول لك انا مثلا كذا وتطلع هي اصلا اكتر من كده او اقل من كده، يعني التقريبي مثلا. هو لما بطلب الاوردر بيوصل في خلال قد ايه؟ القاهره في خلال يومين بيكون موجود عندها. طب ما ممكن يومين دول تزيد فيهم تنقص فيهم، ما تعرفش؟ كل حاجه مش في يومين. ده ده بتكتب الشعر كلها اكله حلوه كده. اه طبعا. اه فايه الحل في الموضوع؟ لا بنكلمها على فكره، بنكلمها هي على فكرة. احنا بنكلمهم كمان يعني، يعني الحاجه عجبتك المقاس مظبوط تمام، في يعني تمام. طبعا متواصلين معاهم لحد ما ياخدوا المنتج بتاعهم. ايوه طبعا. ما هو رقم الواتساب كمان على الصفحه يعني. احنا الواتس بتاعنا انتهى بسرعه كده. احنا صراحه يعني اتشرفت بيك يا استاذه اسماء واتشرفت بيك استاذ محمد. اتشرفت بيك يا استاذه ايه، تحبي تقولوا له ايه؟ يا رب ان شاء الله ربنا يوفقكم باذن الله. انتظرونا حلقه جديده من برنامج اسرار الحياه.